طيب احمد، برضو مقارنه النادي الاهلي ببقيه الانديه حتى عموما في الالعاب عموما وفي العاب الصالات وفي كل الحاجات دي، انا النهارده كنت بقول ان المقارنه 15 4. هي 15 4 مقارنه النجاح مش في كره القدم بس، النهارده السنه دي كمان او في كل السنين يعني، بس تحديدا السنه دي الاهلي بياكل الاخضر واليابس في كل البطولات سواء انا برضو قدم. وحضراتكم بتتكلموا بعد ما تخلص دي وبعد ما اسال كريم عن الجزء القادم، عايز اسالكم عن التجمع الخامس والعظمه اللي بتحصل في التجمع الخامس لان ده مهم جدا. اتفضل. لما تتكلم النادي الاهلي السنه دي واخد لسه، ده لسه كمان ان شاء الله يعني النهارده كسبانين السله يا رجال وسيدات ان شاء الله لما ناخد الدوري. لسه يعني لسه ده قدامنا لسه وقت. ده احنا لسه يعتبر في اخذنا مثلا تلتين الموسم، لسه التلت الاخير. النادي الاهلي اخد 15 بطوله، نادي الزمالك اخد 4 بطولات، نادي الزمالك في جميع الالعاب تقريبا اخد 4 بطولات، فهم كانوا في العاب الصالات. في كرة اليد النادي الأهلي أخذ 5 بطولات، دوري الرجال، كأس مصر للرجال، السوبر الأفريقي للرجال، دوري سيدات، كأس مصر سيدات. نادي الزمالك أخذ سوبر مصري رجال، دي في كرة اليد 5-1. كرة السلة 6-0 النادي الأهلي، 5-1 كرة السلة 6-0 النادي الأهلي أخذ كأس مصر رجال، دوري المرتبط رجال، السوبر المصري سيدات، كأس مصر سيدات، دوري المرتبط سيدات، دوري منطقة القاهرة سيدات. كرة السلة ما شاء الله 6-0 في جميع الألعاب. كرة الطايرة 4-3، رغم إن السنة دي خسرنا كاس ودوري في الرجال إلا إن برضه 4-3 النادي الأهلي حصل على البطولة العربية، حصل على السوبر المصري رجال وسوبر المصري سيدات والدوري المصري سيدات. نادي الزمالك أخد دوري طايرة رجال، كاس مصر رجال، كاس مصر سيدات، 4-3. لما تجمع الثلاث العاب اللي هم في العاب الصالات برضو اللي هم اليد والطايره والسله هتلاقي 15 بطوله للاهلي مقابل 4 بطولات للزمالك، فده برضو نجاح لمجلس الاداره بالكامل على مستوى جميع الالعاب سواء في القدم او في جميع العاب الصالات. ولسه متبقي طبعا دوري كره السله اللي هو بتلعب بيست اوف 5 للرجاله والسيدات، ومتبقي طبعا دوري تنس الطاوله اللي هيبدا في يوم من فتره من 16 مايو لغايه اعتقد 22 مايو رجال وسيدات. طبعا برضو نادي الزمالك يعني عنده فرقه قويه جدا، وسواء يعني في الرجال على وجه التحديد، طبعا النادي الاهلي فرقته في الرجال والسيدات قويه جدا، يعني في بطوله مجمعه جايه تبقى قويه جدا. وطبعا مش عايز برضو يعني افوت الفرصه وابارك للبطلتين بصراحه، هنا جوده وطبعا بطلتنا دينا مشرف في اللعب فاينل فردي السيدات بطولة افريقيا. ريمونتادا بصراحه هنا عملت مباراه، طبعا دينا عملت مباراه ممتازه جدا، وبرده هنا عملت مباراه فوق الوصف طبعا مع فرق طبعا يعني هنا لسه صغنونه. بصراحه ببارك لهنا جوده المستوى بتاعها، وبرده الف مليون مبروك برده بصراحه دينا ما تزعلش، عملت مباراه ممتازه.